يصير فينا؟ يا رب ايش يصير فينا؟ جماعة من جو لليوم كل شيء ما شفنا خير، لا شغل لا عمل، انه بنتنا من الجوع تشتغل يقول لك حرام حرام. سبلكت هنا الاخي شغلنا وياه بالمطعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ويا كنتاكي الامير، بيش اقدر اساعدك؟ ما شاء الله باع النور ديشع من وجهك يا اخي، انت يعني ولا خيرا على اصدقائك، بالنسبه لهم موديل، حتى اسم مطعمكم لطيف، كنتاكي الامير، تحسه مطرب نازل نمره يجي وراه كنتاكي الحنين. لا مو بس هذا المطعم عندنا، راح نفتح كنتاكي زين همينا. ها ما شاء الله، بصراحه انا جيت ادور شغل. تدور على شغل؟ هنا ماكو شغل، اكو عبوديه. الطب هنا تفتهم تطلع كل شيء ما تفتهم. هيدا طلعت اصلا كل شيء هنا مو صحيح مو صحيح. بس الاخ الراوتر مال الطاقه الايجابيه منين؟ فروعنا بكل مكان بالعراق والشام وملتزمين بتوجيهات الامير، الجوده السرعه الطعم. انا جاي بهذا الفرع، شو وديني للشام بعدين؟ انا عندي هالمواصفات، الجوده والسرعه والامانه، وانا خوش ولد، حتى سالوا عليه بالمنطقه. اعطيني عنوانك. راح يسالون عليه بالمنطقه. انت اول مره تطلب منا؟ اي بصراحه هاي اول مره، يعني شفت الاعلان وجيت اشتغل وياكم، يعني تعرف شرق لو غربي؟ لا انا لقيت الاعلان هنا على الجامعه فقريته وفرصه عمل فحبيت اشتغل وياكم. انت ما تعرف شو تريد، راح اقول لك انا المليون تختار. والله تسوي علي فضل. شكرا لاتصالك. ابو سريع صحتني استاذ؟ لك ترى شالع قلبي، ترى ايش مأذيني نفسيا؟ 100 مره قلت لك خل اصيحك مرتين ثلاثه اربعه غيب، خل ارزلك، انا مدير اريد احس بقيمتي. هذا الطلب راح تودي له برجاء الطيب، ايش بيه؟ مشكل ديناميت لحم ولغم عائلي. هلا بحسه، هلا وهلا بحسه، هلا وهلا بحسه. بس العفو ليش تسوون هيجي؟ علي صورة الامير؟ برجاء الطيب مبين راح ينسفها للمنطقه. انت عبالك ابو سريع مرتاح؟ عبالك هاي السرعة نعمة؟ ممكن يموت بأي لحظة وما تفيده سرعته. هو سريع صح بس غبي، ولا مرة وصل الطلب للشخص الطالب. كل شيء هنا مو صحيح، والله اللي يعلم وين راح نوصل. انت منين تطلع لدخيل الله؟ انت جاي تطلب اكل ولا جاي تشتغل؟ لا 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 جاي اشتغل، بس هاي فرصة تعرفنا على المنيو مالتكم، وانت مطعمكم راقي خمس خمس نجوم. ومن يقول انت تفتهم؟ لا 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 انا افتهم كل شيء، افتهم، جربني جربني. وين وصلنا؟ وصلنا للغربي. للغربي للغربي. اكمل لك، احنا عندنا برجر تي ان تي لحم، هذا مال اغتيالات، وعندنا برجر تي ان تي لحم دبل، هذا تاخذه ويا عبوة لاصقة محلية الصنع. لا عبوة عصير رمان هجومي لو دفاعي. وعندنا بالكنتاكي، عندنا كنتاكي ثلاث قطع، هذا يجي عادي. ايش عجب؟ وعندنا كنتاكي تي ان تي الخاص بينا، هذا اذا اخذت من عنده وجبتين راح تحصل على بي كي سي و1500 طلقة هدية. وعندنا الكنتاكي الحارق خارق، هذا مضاد للدروع. واخر صنف بالاكلات الغربية عندنا البيتزا، عندنا بيتزا وسط وصغير وعائلي، واللحم ذبح حلال. الله اكبر. وعندنا البيتزا سي فور، تخلي الباكيت تفتحه يطلع لك العصف. تقصد سي فود؟ لا سي فور، وبيها مواد متفجره ومواد سريعه الاشتعال وبيها سي فور. انت ما مرتاح هنا؟ لا لا مرتاح، بس انت ما حبيت المكان. لا حبيته حبيته، انا اذا احسك ما حبيت لا المكان. جدا حبيت، راح اخليك تحب المكان. والله. شوف راح اعرفك على اكثر واحد كيوت عندنا هنا. ما شاء الله ما شاء الله، هذا الامير يقعد من الصبح يباعب بوجهه قبل ما يشرب شاي. حبيبي اوه يا حبيبي حبيبي، شوف لي الاسم. اعطيني. اسمع الاسم. ابو سماح. واو بعد سماح، شلون وانت سماح؟ ابو سماح. واضح واضح ابو سماح. وايه شلون هذا؟ شوف الوجه. أربع سنين أكوي وماكو شارب بوجهه. بس عندي سؤال واحد، وين السماح بالموضوع؟ وجهه طافية بالكهرباء، أصلاً وجهه بالمقلوب. أبو سماح 100 مرة قلت لك من يجينا ضيف جديد شو نسوي؟ ابتسامة كيوت. كيوت واضح واضح، ضحكة كيوت. أخذه خلي يتعلم الشغل، أخذه. بس أنا خلي أفكر بالموضوع. ما كنت أفكر حبيبي. الله أكبر.
هذا السيف تقصهم بالقص مو صحيح؟ ضحكك يوتو خلا بسرعة وخلا خلا أراجع نفسي ماني مو ضحكة لك ضحكة لك ضحكتك يوتو حبيبي أبو سماح أنا أتشرف بحضرتك بس عندي مشكلة واحدة صغيرونة إنه اسمك مرة هم ويا شكلك يعني تحس دعامية ما لا دم ركبوها على لكزز يعني المفروض ما يسموك أبو سماح يسموك أبو سلاح لا هذا سلاح ابن صغير أتشرف ما حد راح يتعب بهذا المكان بس أنت المسؤولين على هذا المكان هم اللي راح يتعبوك الغبي شغله مدير والذكي يدوسون عليه لا تنسى كل شبه هذا المكان مو صحيح لا أبداً ما راح أنسى يا شلال الفرح هذا مين يطلع؟ الزبون هنا حتى تخليه ياكل لازم تضحك بوجهه الله أكبر الحمد لله على سلامتك عبالي قصة وراسك أبو سماح هذا الكافر لقينا خالط الخيار والطماطة سوا ويقلب بيهن بنفس الصحن ويحك 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 بابا ويحك اليوم اللي ذبحك هذول العذب هاي إذا تخبطت الخيار والطماطة إيش راح يسوون بيك لا عاد لهم سوى جاجيك كان سوى لك أخذوا هذا الكافر برا حتى ينال الجزاء أخذ جزاء وراح يم رب رحيم شوفوا القاعدين البقية كلهم دا يأكلون بهدوء اللي يطب لهذا المكان لازم يكون قد قراره لا تنسى كل شيء هنا مو صحيح إيه يا نافورة السعادة هذا مين يروح مين يجي آه! تعلمت هنا شلون يصير الشغل إيه شغل حلو المكان لطيف أنا حبيت المكان تدري حبيت المكان كلش حبيته والمكان نظيف وحلو وأنت حضرتك هم كلش نظيف وأنا أفكر إنه تصير الوجه الإعلامي مال المطعم أما بالنسبة للأمان فأمان هاي الزبون قاعد تاكل براحة وبأمان أما بالنسبة للسرعة فعلى طارة بسريع بيب بيب هذا وين راح بس والله سريع يفيد بالتوصيل لك تليش ما قاعد تاكل أضحك لك ها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 ه